نحن نشكر قناتكم الموقرة على حضورها وعلى تقييدها للحدث. حدث هو مباراة الفاصلة اللي هي المباراة اللي حتحدد المركز الأول والثاني بالنسبة للموسم الاستثنائي 2013-2014 اللي وجب استحقاقه على الأندية. طبعا المباراة هذه هي اللي حتحدد من الترتيب الأول من الترتيب الثاني، وحيكون بعدين البطولة النهائية في طبرق إن شاء الله خلال الأسبوع والعشر أيام القادمة لتحديد بطل ليبيا على مستوى كرة السلة، من حيكون بطل ليبيا لفئة الأواسط. ونتمنى للجميع التوفيق، ونتمنى للجميع أن يعني وهذه شيء كويس لكرة السلة، وأي خطوة في كرة السلة، أي مباراة في كرة السلة، أي نشاط في كرة السلة هو تقدم لكرة السلة، وهذه نحن نسعى لها كاتحاد فرعي، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. بالنسبة لسدادات الفريق، بدأنا سدادات من 3 أشهر وكانت سدادات قوية يعني، وبدينا بالضغط على اللاعبين من ناحية اللياقة البدنية. لعبنا كم مباراة ودية، وكانت المباراة الرسمية الأولى للفريق هذا ضد فريق الصقور، بارك الله فيهم لبوا الدعوة وتمنى لهم التوفيق، ونتمنى أن كرة السلة تزدهر في مدينة طبرق. النتيجة كانت 86-18. طبعا نحن بغض النظر عن النتيجة الجميع فايز، ونتمنى أن نشوفوا مستوى أفضل في النهائيات، ونتمنى للجميع التوفيق وشكرا وبارك الله فيكم.